كويس، وكل الرجال الرقم بتاع اليم كويس كانوا قاصدين بدون ما يحسوا كويس، يعني الرجال الرقم بتاع اليم كانوا قاصدين بدون ما يحسوا انه الانتجريشن في الشغل كيف؟ قالوا عندهم بلاغات فيها ريفرنس كويس؟ بلاغات فيها ريفرنس في اديان الموديلات بتاعتهم اربعه كويس؟ في لوجيستيك اثنين، في المخزن برضه اثنين، زائد الاعداد والابداع كويس؟ في سكه ثانيه تحت الميلاد دي بتكون تعمل شنو؟ دي بتكون تقيم البلاغ وتختار التيم كويس؟ وتقوم تشيل المواد من المخزن وتحدد هل الاستجابه دي تكون طارئه ولا عمل يومي يعني سكادرينج كويس؟ عشان تقوم تستجيب فيها بتعمل شنو بعد ما تستجيب فيها؟ بتعمل تمرين. تمرين يا رجل فين؟ يا رجل يديك الفرد. بتعمل تمرين للاديان في المفرد بعدها، وبتعمل كارل للعمل اليومي. وبتعمل تنسيق للعلاقه بين شنو؟ بين الاديان. كويس؟ وبتعمل المسح الميداني. ملاحظ؟ ملاحظ؟ دي طريقه بتاعت ملك شغلتهم انك هتعمل لهم الحاجه اللي هم دايرينها يعملوها بسرعه اوتوماتيك. ليه؟ لان جزء من الجيم هم دايرينها، انت ما بتقدر تعمل لهم اليوم. خلي شغلنا عليهم. صح؟ انا انت جزء من الجيم والله اخوان الكلام ده هيسير المواضيع هيخليها تراكبل سيرشبل بعدين ممكن الناس تستفيد من النولج ده وبتاع كلام زي ده. احنا جزء من الموضوع انه احنا قاعدين زي ما بيقولوا شغالين بالاجنده بتاعتنا. انه الانفورميشن تكنولوجي عندها قيمه. صح مش كده؟ فدي الحاجة اللي بقيتها حتى بس جوب بكرة غير رجل يبقى بس كلها يكسبون. أنا بس أوضح للناس العلاقة. فهمتوا العلاقة بين المودل ده والمودل ده؟ في حاجة ثانية اللي هي اتفقوا على بكرة. إنه نشتغل موديل بالظبط كده. موديل وشهيدي وبتاع، انا وشهيدي الناس اللي نفرين عملوها اصحابي بعرفهم شخصيا.
ما يا اخي عارف ان الكلام ده حاليا ما ينفع معانا كده. فده يدي نفسنا فرصه انه نعرف على نعمل ديفينيشن حاجه تنفع معانا يعني. فانا احنا الموضوع الاندرويد دي تقول لها احنا والله وصلنا كده كده دي مينور بيعمل لكم كومنيكيشن انور انور للمي ما يجي نضرب تليفون ايميل بتاع الاول بتصل ده يعني غير الريزولت بتكون مزور من الاتيام بعد الحد التاسك تقدر تقول له الهاوس انت اللي شنو ده بس دي عمليه البروجكت ما خليها على ضميره ما دي العمليه بتاعت البروجكت من الميتشين اللي هو في واحد الصباح اسمه نوا سيمشا انت تحدثت معه انا بكون بالمساي او العكس لو انا بمساء ممكن اسمه خلاص بعدين بس يتحدد البروجكت اللي لسه شغاله وعشان يكون عنده بروجريس ريبورت يومي في البروجكت اللي شغال بس البروجريس يكون كيف يا هسه يا جماعه واضح انه الفيديو ضرب الفيديو ضرب يعني كده الفيديو ده يكون سمري بتاع اليوم لكن واضح انه ضرب يعني كثير ما بيقدر يسمع لك كلام يلا يبقى هنقوم نحدد بالزون اللي بيمسك بيمسك الحاجه اللي هيعملها هيقوم يحدد فيها المايلستون ولا كي الكي بيرفورمانس انديكيتر المايلستون بتاعته تكتبها لي بالعربي كده بس يعني هياخد هاي التاسك بتاعتي كده 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 هعمل صفحات ادخال هعمل داتابيز هعمل هناك هعمل هناك دي الحاجه اللي انا كنت بسالها ان هو الاثنين ذاتهم يعني مثلا كان واحد قام اشتغل بمايكروسوفت بروجكت فطول الحياه ده قاعد في جهاز بتاع ضغط الشباب خلاص ثاني ما عايز يعمل كوزيشن ف يا اما يكون في حاجه دروبوكس يكون ينفع حاجه ودي حاجه عامه يا اما يكون في اونلاين زي المايكروسوفت بروجكت يكونوا الاثنين هم طب ايش ما في اذا في حاجه زي كده ما فيش حاجه ما هتكون بس مش كان في مين بيسكام ده جروش انا كنت لك اللي بيزور بتاع دي كنت بيزور الرجل من واشنطن بيدفع يعني اصلا كنت راح بالليه اكاونت لان في بيسكام بيعملوا ممكن يشتغل بيهم في سيستم زي الهيلب ديسك دي الهيلب ديسك صغيره هي سيستم معموله هي جديد ممكن اشوف واحد منها في كم واحد بس احنا بنتكلم عن الهيلب ديسك يعني معنا بتاع كده فهيبقى اديك تاني نزلنا واحد اكيد يا اخوان اوريكم بس الحاجه دي كلها مش يعني خلينا كل نرجع على حاجه جديده حتى لو بعتها تجيب مع جوجل ده هم رجعين لنا بشيء عادي بتنفعنا مش كده؟ انا بفتكر بيس كام ممكن نعمل كوميونيكيشن للناس اللي هناك وانا واحد يخش عندنا اكونت في بيس كامب لنا بس اللي انت تسال على كام في البيت انا على الانترنت حبيتش اذا في ناس بيكون عندهم برضه ابلكيشنز كويسه وبتبدل لنا الغلط بتاع في اوبن سورس انا شايف ان اوبن سورس زي خمسه اكونتس كده فاهم لا دارين نعمل انتجريشن لكل الفرانشيز ما يلا بعدها بالبيمنت بالنمبر لا 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 بيوصلك ب 30 نمبر يا دكتور دكتور قعد عمل ابلكيشن دكتور قعد عمل الدرون ابلكيشن بتاع بوش تو توك بوش اون توك قال عمل راح افرد لك الايميل شوف بوش اون توك انا لا اسمعني برضه انا ما هو ده معناه الريس اللي قلت لك المفروض يكون ريس يعني فورورد الايميلات دي برضه يعني ما دارت تديني بدا كل زول يشيل الايميل اللي بيهم ناس ما طلعنا ضاي تي تي المفروض يجي كده رجع لي الاي تي تي تعرف ولا حاجه تعرف الايميلات دي كلها انا عملتها عملت عشان امنع الناس التانيين مش طيبين بس انا كنت الكلام ده قلت جوا الكلام ده قلت جوا من جيب في اجتماع وكدت عليهم اسمع بس نجيب لي انت مدة تمر ها يعني انت لما تعمل كريس الاكونت بيوز انا وفاضل تكون قاعد وين تكون عارف اذا لينا مو ترسل لهم احنا بس اللي مش حاجات يا ابو عباس ما تعمل الموضوع ده اكثر من لازم لانه اي اي تي لازم يقراه ما شاء الله اسي اسي على البناية ده اصلا استابلش شغال في مدة في هو اصلا كوميونيكيشن ما انا ما اعرف الطريقه بتاعه الكوميونيكيشن لا ما الناس بس شغال بعاده اللي هو الرساليه الطبيه دي يعني هو معاهم مدراء هسه حاليا دي تدريجات على لسه ممكن يكون حسن ذات لا دي اصلا الحاجه اللي جابني بالاول انه حاجه بتاعتي تاني لازم كده شغال اساسا الشاب في ناس شغال في الصوره بعد كده في الجوال العيد يا دكتور